الغيرة هي شعور فطري يصاحبه بعض المشاعر المختلطة من الحب والغضب والعصبية، لكن هذه الغيرة تظهر بالعديد من المواقف وتوجد الكثير من العلامات التي تشير إليها. من خلال هذا المقطع سوف نذكر أهم علامات غيرة الرجل وعشقه. انتقاده لك بشكل دائم. إذا كان الرجل يوجه انتقاده بشكل دائم إليك سيدتي من خلال طريقته في الحديث معك والتعليق باستمرار على طريقة ملابسك أو أناقتك، أو حتى تركيزه معك أثناء حديثك مع الآخرين، فهذا يدل على شعور الحب والعشق الذي يشعره نحوك بسبب خوفه من فقدانك. ربما يكون هذا الشعور مزعج للمرأة، ولكن عليك أن تعرفي أنه ليس تدخلاً في أمورك الشخصية. انزعاجه من صداقاتك. تبدأ الغيرة عليه عندما يتذمر ويغضب من رغبتك بالتنزه والخروج مع إحدى صديقاتك، أو قضاء وقت ممتع معهن، أو الذهاب إلى إحدى أقاربك، فهذا يشعره بالغيرة عليك ويشعر بأنك لا تهتمين به وتتجاهليه. إنه يشعر بالقلق غير المبرر من صديقاتك، مما يدفعه لاختلاق بعض الأقاويل غير الصحيحة عليهن، وبالتأكيد يجعلك في دائرة الشك دائما ويطلب منك عدم الاختلاط بهن. فضوله ومراقبة هاتفك. الرجل الغيور يصبح فضولي ويرغب بالتدخل في حياة حبيبته بكل شيء، ويحاول أن يتعرف على تفاصيل كثيرة عنها لكي يشعر بالإطمئنان عليها، لأنه يحسب أن هذا حقه. يبدأ الرجل الغيور بتوجيه الكثير من الأسئلة لك، هذا إلى جانب مطاردته لك باستمرار وملاحقة هاتفك في التعرف على رسائلك، ويحاول التجسس عليك بأي وسيلة لكي يعرف محتوى الرسائل. لذلك يجب أن يكون لديك القدرة على التعامل مع غيرة هذا الرجل. الملاحقة وتحديق النظر. من علامات الغيرة التي تبدو على الرجل العاشق أيضا هو أنه يقوم بملاحقة حبيبته أينما كانت، وإذا كانت خارج المنزل يقوم بالاتصال بها بشكل دائم ويسألها أين تكون ومع من وغيرها من الأسئلة، كما أنه يطلب منها سرد جميع تفاصيل يومها، ويكون كثير التحديق في المرأة التي يحبها بشكل ملفت للنظر، خاصة أثناء خروجهما معا. إن الغيرة تدل على عشق الرجل لحبيبته وزوجته، لكنها إن زادت عن حدها إلى ما يصنف في خانة الهوس، فإنه يصبح مصدر قلق واضطراب للعلاقة التي تجمعهما. لذلك من المفيد أن تكون الغيرة معتدلة، حتى إن المرأة تشعر بقيمتها لدى الرجل.